حشرت وكالة عدل في عملية تنظيف لمختلف أحياء الأحياء السكنية على مستوى التراب الوطني من أجل إعادة الاعتبار للإطار المعيشي للساكن. حملة التنظيف تتمثل في إعادة الاعتبار للمساحة الخضراء، تنظيف الأجزاء المشتركة للعمارة، الأسطح، خزانات المياه، الأقبية إلى غير ذلك، كل الأجزاء المشتركة لهذه الأحياء السكنية من أجل إعطاء إطار معيشي جيد وحسن للمواطن.